يا طالب العلم كن في العلم معتبرا تحوز مآثيرا تغني حيثما حضرا مؤدبا مع أهل العلم محترما لا سيما الشيخ والجار ولو صغرا والشيخ وقر ولا تدنس مجالسه واجتنبا كل ما طير ولو حقرا والشيخ عظم وبجل واحترمه ومن يعزى له نسلة أو زوجة زمرا تنبه أنما الشيخ دليلكم لا قائد بل يدل الخير والخبرا والانتفاع بهم في الاتباع لهم هب لي إلهي بأن أستقفي الأثرا وغض صوتا ولا تحلق ورجلك لا تمدد وضحكك ذاك الحال قد حضرا لا ترموقا وجه الشيخ حين يقرر مسألاته فيك يكفي لحظه نظرا وانظر إلى الأرض إن خاطبت ملجأنا مع السكينة حتى صرت مشتهرا ولا يغركم حلم الملاذ ولا ليانوه وهو عند الله قد وقرا والعلم عز ولكن ذل طالبه باد ونحلك بعد القرص سوف ترى والعلم نور يدل العارفين على تقوى الإله وجهل يهلك الكبرا بذا دعوتكم يا إخوتي طلبا مرضاتي ربي لإحيا ديني من أمرا بالازدياد على علم وقال له قل ربي زدني علما فائقا درارا خير الورى شافيع الأخلاق من جانا يوم القيامة كل يبتغي وزارا كفى بذا شرفا للعلم إنا له غينا عن الغير لم يطلب به وطارا يا ربي هب لي يا علما أبتغي أبدا وجه المهيمين إعمالا ومنتشرا توافى قلبي ضوى السودان خاطبة في ترك سنة من ساد الورى وسرى إلى السماوات والروح الأمين رفيقه عليه سلاما من هدى البشرا ومن يكن مستقيما للكتاب والسنة فقد حاز كل الخير وانتصرا يا بر يا ربي فاخصصني مداومة الإخلاص في كل فعل صالح قررا يا من يروم خصال الخير إنا لنا مرتبا من خصال الخير محتضرا فكن أديبا أريبا صالحا ورعا وكن حليما لبيبا عادلا شكورا وكن عفيفا نظيفا حافظا يقظا وكن صميما ظريفا زاهدا بارورا تب واندما وابكي صنمر وانها خف واعيا
سكن تأدب وعظم كل من سترا وانصف وصابر قم جد جدا وامتثيلا واخضع تهجد وعفف تستفد عبارا أدم صلاتك في صف الإمام ولا تفتك تكبيرة الإحرام فاحتضرا ففي الصلاة جميع ما تروم به في تركها فوت ما قد رمت يا سمورا إن كان للمتهاوين الصلاة وبال كيف تاركها يا طمس فاعتبرا ففي تهاونها ترك الجماعة إذ لم يكن عذر مبيح خلف ما ذكرا آتوا الزكاة من الأموال إن بلغا للمستحق ولا تعدوا كما أمرا إن الزكاة تزكي المال تطهره تاركها ممهق الأموال إذ وفرا قرب الزنا صاحي في القرآن ممتنع لا تدخولا بيت من عن قربه حجرا لا تدخل البيت إن وافيت منتهيا في بابه دون الاستئذان الخبرا وسلما واقفا في الباب منتظرا جيما وإن لم تؤذن فارجعا حذرا وفتحك الباب دون الإذن ممتنع إن الآديب يسود الجيل حيث عارا وإن أردت متاعا وهي داخلها فاسأل تناول ولا تهتك به سترا وإن يكن باختصاص الغيد مطلبه فمن وراء حجاب يسأل الوقرا وكل شيء يحوز المرء منفردا فاستأذنا منه كي لا يشخص البصرا كالطست والماء والآلات جملتها فاقبل نصيحتنا يا خل واحتذرا هذا اختصاري فراجع مكتب العلماء تجد لذا ما تقر العين إن نظرا أستوهب العلم والتقوى القبول مع التوفيق ربي إلهي بهريك العمرا حسن الختام مع الأحباب كلهم ووالدين وجيران لا نجتورا في جاه سيدنا شيخ الشيوخ أبي الحاج مالك من قد حج واعتمرا عليه رضوان مولانا ورحمته آمين آمين يا من قد ذارا وبارا وصليا سلما ربي على قمر لولاه لم تخلق الأخلاق والبشرا.